تعالوا نطمن على بعثة منتخبنا الوطني في كوريا الجنوبية قبل ما نتكلم عن أي شيء مع ناقدنا الرياضي المحترم حاتم رضا. حاتم صباح الفل عليك، عارف إنك دلوقتي الصبح بدري في كوريا، صباح الفل مشرف ومنور. صباح الفل عليك يا أستاذ كريم، صباح الفل عليك وتحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي برنامجك الجميل، وشكرا على المقدمة الجميلة دي. شرف ليا تواجدك معايا. قول لي يا حاتم، الوضع هناك دلوقتي عامل إزاي مع كل التوتر اللي إحنا عايشين فيه؟ اللعيبة مركزة، الجهاز الفني مركز، ولا طبعا الأجواء اللي احنا عايشينها دي ممكن تكون مأثرة عليهم بعض الشيء؟ والله يا كريم، يعني انت طبعا عارف ان الكابتن إيهاب جلال شخصية طبعا محترمة جدا وشخصية يعني راقية وملتزمة جدا، بالتأكيد وصلوا الكلام اللي دار في مصر خلال الساعات الأخيرة، لكن الراجل سريعا يعني استطاع ان هو يقطع الشك باليقين ويتحدث مع الكابتن محمد بركات تحديدا اللي هو المرافق للبعثه مع الاستاذ خالد الزرندلي رئيس البعثه، ويتحدث عن الامر اللي تم طبعا تداوله خلال الساعات الاخيره عن طريق السوشيال ميديا او بعض البرامج. لكن طبعا الكابتن محمد بركات اكد له انه ما فيش اي قرار اتاخد من مجلس اداره اتحاد الكوره بشان موقفه مع منتخب مصر، وانه ما تم اعلانه او ما تم اتفاق عليه في الاجتماع الطارئ لاتحاد الكوره عقب مباراه اثيوبيا انه هيكون في اجتماع اخر او ان الاجتماع ممتد لغايه يوم الخميس المقبل عقب عوده الاستاذ خالد الرندالي والكابتن بركات من والمنتخب كله ان شاء الله صباح الاربعاء، وهيتم بعدها بقى تقييم الموقف بشكل كامل ويعني الاستماع لكل المقترحات وفي ضوء طبعا ما تسفر عنه مباراه كوريا، وان طبعا يعني اتحاد الكوره وكل اعضاء بيدعموا الكابتن إيهاب جلال قبل مباراه كوريا المرتقبه، خاصه طبعا انه المباراه ديت زي ما انت قلت في المقدمه يا كابتن كريم انه هي ما اصبحتش مباراه وديه بقدر ما هي اصبحت مباراه لابد ان احنا ندافع فيها عن سمعه منتخب مصر ونظهر انه منتخب مصر منتخب كبير ومنتخب محترم ويستحق كل الاحترام، وانه ان شاء الله منتخب مصر واللاعبين زي ما اللاعبين تعهدت يستطيعوا يقدموا مباراة كبيرة قدام كوريا ويقدموا فيها الروح ويظهروا بها بشكل يعني ويظهروا فيها الإصرار والروح ان هم يقدموا مستوى كبير، وان شاء الله النتيجة هتكون يعني متساوية مع الأداء او ان شاء الله ممكن نتيجة إيجابية. لكن طبعا انت عارف منتخب كوريا منتخب كبير بيعمل معسكر خلال التوقف ده مع ثلاث منتخبات او لعب ثلاث ماتشات وديه مع منتخبات البرازيل وباراجواي وتشيلي، ويعني عايز اقول لك ان اخر مباراه وديه لعبها مع تشيلي كان بيلعب بالاحتياطيين او البدلاء، وانه يعني يفضل ان هو يريح الاساسيين عشان يلعبوا مباراه منتخب مصر، وده طبعا يعني برضه ضمنيا كده بيعكس انه حاله التركيز والاهتمام اللي هم بيكنوها لمنتخب مصر والمباراه دي، لان طبعا شايفين منتخب مصر ده احد المنتخبات الكبيره في افريقيا وزعيم افريقيا واكثر منتخب. لا والدليل والدليل انت ذاكر المباراه خلصت، يعني المدرجات بكره هتبقى ممتلئه عن اخرها. يعني انت كده يا كابتن كريم زي ما بقول لحضرتك انه سفير مصر في كوريا الجنوبيه هنا بيقاتل عشان يوفر بعض التذاكر لبعض الجاليات وبعض يعني الناس اللي عايزين يحضروا المباراه، لكن في حاله يعني رفض او يعني في صعوبه قويه جامده جدا من او في يعني تشدد قوي جدا من جانب الاتحاد الكوري، لانه فعلا في اقبال يعني منقطع النظير عن المباراه، لان التذاكر خلصت حتى الدعوات والحاجات دي كلها تم خلصت ونفذت يعني، وسفير مصر حاليا بيتواصل مع الاتحاد المصري لكره القدم عشان ياخد بين حصته، فده طبعا بيعكس انه المباراه يعني فيها اهتمام كبير جدا. ويعني طيب حاتم، عايز اسالك على حاله اللاعبين بقى، تركيز اللاعبين، هو الوضع اكيد كله واصل للاعبين والجهاز الفني، انت اتكلمت معايا عن الجهاز الفني وحاله الجهاز الفني دلوقتي، لكن اللاعبين مركزين ولا حاسين ان هم تايهين، ولا حاسين المدير الفني اللي معاهم ده ممكن ما يكملش فتركيزهم يقل اكتر، الوضع ايه بالنسبه للاعبين؟ والله شوف، طبعا بالتاكيد طبعا مباراه اثيوبيا وتوضيحها منعكسه جدا بشكل قوي جدا على اللاعبين، بالتاكيد كان يوم حزين على الكره المصريه وكان في يعني هجوم ويعني انتقادات قويه جدا للاعبين والجهاز الفني، لكن يعني في المقابل برضو يعني اللاعبين الكبار في الفريق زي محمد الشناوي زي عمرو سوليه قفشه المجموعه دي استطاعت ان هي تلم اللاعبين ويقعدوا مع بعض ويعني يتعاهدوا انه ان شاء الله يعني لازم يقدموا مباراه كبيره جدا امام كوريا ويستطيعوا يردوا ويعيدوا سمعه الكره المصريه بشكل محترم.
كمان كان في برضه يعني تعهد بين اللاعبين ان هم يصالحوا او يرضوا اعتبار الكابتن ايهاب جلال برضه، لانه الراجل يعني نقدر نقول ان هو لم يتم يعني او صعب تقييمه في مباراتين في ظل دي الوقت والغيابات. انا خلينا برضه نعترف ان الكابتن ايهاب جلال بيواجه سوء حظ في بدايه مع منتخب مصر من حيث الغيابات وعدد الاصابات. يعني يكفي ان هو بيلعب مباراه كبيره زي مباراه كوريا في وجود 9 غيابات عن التشكيل الاساسي. لكن يعني عايز اقول لك انه يعني اللعيبه بشكل كبير قدروا ان هم يتخلصوا من توابع مباراه اثيوبيا، وكل التركيز منصب على مباراه كوريا طبعا. ان شاء الله طيب. يعني هم حاتم، هل كان في اي استياء من الكابتن ايهاب جلال بالنسبه لتصريحات الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره امس؟ والله يعني مش استياء بقدر ما هو كان عايز، الراجل عايز يعرف يعني صحه الكلام اللي بيتقال. وزي ما قلت لك هو يعني على طول تحدث مع كابتن بركات، والراجل يعني وضح له الصوره تماما وقال له انه بالتاكيد في حاله من يعني الاستياء او في حاله من يعني عدم الرضا عن مباراه منتخب مصر واثيوبيا، خاصه طبعا انت عارف انه كانت مباراه مهمه جدا احنا نفوز بها ونحصد اول 6 نقاط في بدايه المشوار. لكن طبعا انت عارف الشارع المصري والموجه او هوجه الغضب اللي صاحبه المنتخب عشان الاداء والشكل الغير مرضي. لكن الراجل تفهم الامر، وعايز اقول لك انه زي ما قلت لك ان الكابتن ايهاب جلال شخصيه محترمه وشخصيه وطنيه. طيب حاتم، هل مطروح، عشان بعض الناس طرحوا هذا الامر النهارده، هل مطروح ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي يتقدم باستقالته بعد مباراه كوريا الجنوبيه مش يتم اقالته؟ والله شوف يا كريم، المعلومه اللي عندي في هذا الشان انه ان شاء الله اذا منتخب مصر قدم مستوى جيد وقدم ووصل ان هو يحقق نتيجه ايجابيه مع منتخب كوريا، اعتقد ان الكابتن ايهاب جلال بنسبه كبيره جدا جدا كمل مع منتخب مصر، وان شاء الله تمشي الامور بشكل يعني مستقر، والكابتن ايهاب جلال يقود تجربه يعني يستكمل تجربته مع منتخب مصر. لكن اذا لا قدر الله حصل خساره، فاعتقد انه هتكون لغه الطرفين متلاقيه، وهي يعني تغيير في الفتره المقبله في منتخب مصر. الزميل العزيز حاتم رضا، قبل ما اختم معاك عايز اسالك على التشكيل المتوقع لهذه المواجهه ان شاء الله. والله بص، هو يعني لسه ما يقدرش كابتن كريم نحسم الموضوع ده، لانه منتخب مصر النهارده يعني خط تمرين كده يعني لمده 45 دقيقه تقريبا، ما شفناش تقسيمه او يعني كان كلها حاجات اطالات وفك عضلات وكده. طبعا كان في رحله سفر طويله جدا النهارده، وصلت مثلا او يعني استغرقت 11 او 12 ساعه تقريبا سفر، وبالتالي لسه التشكيل ما وضحش. لكن المؤكد انه محمود علاء مدافع منتخب مصر لن يلحق بمباراه اثيوبيا بمباراه كوريا عفوا، لانه بيعاني من كدمه وغاب عن التمرين كاملا، وبالتالي اصبح يعني غيابه مؤكد. لكن طبعا اكيد الكابتن ايهاب جلال هيركز ان هو يرفع بيه اصحاب الخبره و اللاعبين الاساسيين في منتخب مصر، زي يعني اعتقد محمد الشناوي هيعود للتشكيل الاساسي، في الشناوي وياسر ابراهيم بكره في الدفاع، يعني هناك بعض المراكز المحسومه. لكن طبعا اكيد في غيابات وفي تفكير في البدلاء او في التغييرات اللي او بعض اللاعبين اللي هيشاركوا بتعويض الغيابات، لكن ده ما وضحش. ربما ان شاء الله يتضح بس في تمرين اليوم الاخير على استاد كاس العالم سول اللي بيستضيفه مباراه، وان شاء الله يكون لنا مداخله ثانيه ان شاء الله، ويكون الامور واضحه اكثر من كده، ونستقر او الكابتن يستقر على التشكيل، ونقدر ان شاء الله ان احنا يعني ننقله لوسائل الاعلام في مصر ان شاء الله. الزميل العزيز حاتم رضا الناقد الرياضي العزيز من كوريا الجنوبيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات.